رح كمل هلأ بالإكزامبل للإمبلمنتيشن للينكد كلاس، وتحديدا رح أكون عم بحكي عن الميثود يلي هي اسمها insert. we need to do insertion at a specific location. يعني في عندي location محددة أنا بدي أعمل insertion عليها. هيدي اللوكيشن اللي بدي أنا حددها تعمل عليها insertion أكيد اليوزر بيعطينيها مسميها position إذا بدنا for example. يعني ممكن أنا أجي أقول بدي أعمل insertion على position number 2، يعني هيدا number 1 هيدا number 2، يعني هيدا بدو يصير الثيرد والتو بدو يقعد بيناتهم. فإذا شو بدي انتبه لشغلة؟ بدي انتبه للرفرنس تبع اللي قبلي بدو يصير pointing على new node، وأنا اللي جديد بدي يكون pointing على node اللي كانت تاني بالحالة القديمة. فإذا بدنا انتبه كتير على هيدي الميثودولوجي. كمان ممكن أعمل أنا insertion بطريقة أنه ممكن تكون الليست فاضي، فبغض النظر position اللي عم بيعطيني إياها أنا لازم شو أعمل؟ لازم automatically أني أعمل insertion بقلب هيدي الليست. كمان شغلة تانية، إذا كان بدي أنا أعمل insertion at the first position، يعني بدي هيدا النود الجديد يكون الهيد، فأوتوماتيكلي بعمل له insertion على الهيد. حنشوف كل هيدول نحن بقلب الجافا implementation. إذا بدي طلع هلا على الجافا كود اللي موجود أنا عندي هون، we need to write a method اللي بتعمل insertion على specific position. فإذا it is a public، حكتب signature تبعه، حيكون نوعيتها void لأني I'm not expecting any return value، حسميها insert. فإذا حسميها insert بهيدي الطريقة. حافتح البرانتيسيس وفي عندي بارامترز انا بحاجه لهم. البارامتر الاول اللي انا بحاجه له اسمه نود داتا، بده يكون طبعا عباره عن ايتم بده يكون انا اخده بهيدي الفانكشن. ثاني شغله بده يكون عم بينعمل له انسرشن على سبيسيفيك بوزيشن. فاذا بحط بوزيشن بيجي لهون بكتب بوزيشن اللي هو عباره عن انتجر باي بوزيشن انت بدك تعمل انسرشن. طبعا من بعد ما انا كتبت السيجنتشر هلا بحاجه اني انا احضر الفاريبلز اللي بحاجه لهم تينعمل لهم انسرشن، يعني بحاجه اني احضر النود. فاذا اول شغله حاجي اخلق نود، هيدا النود حسميه نيو نود، والنيو نود حيكون ايكوال لنيو، حاعمل انيشيلايز بشكل انه هيدا النود ياخذ الفاليو تاعيتي اللي انا عندي اياها من النود داتا، يعني حقول له ايكوال لنود للكونستراكتور، حافتح البرانتيسيس، حيكون في عندي هون item بكون انا عملت initialize لهيدا الاوبجكت. تاني شغله انا بحاجه لها هي مثل ما قلنا بدنا نعرف النود اللي بيكون موجود قبلي وقت ما بدي اعمل insertion to update الرفرنس تبعه تيكون pointing علي. فهيدا انا بسميه predecessor. فاذا predecessor اللي انا عندي اياه بحاجه اني كمان انه يكون هو نود temporary انا بحاجه له مشان اقدر اعرف كيف الانسرشن حتم. فاذا حسميه بريد بهيدي الطريقه، ولكن بهيدي الحاله هلا بدايه ايكوال لناثينج ايكوال لنال، برجع بعدين بعمل له ابديت. في حال اعطاني position invalid negative I cannot insert على negative positions، او اذا اعطاني position invalid بشكل انه هالposition اكبر من الليست بكتير. لانه انا اذا كان في عندي ليست بتتالف من اربع items for example، مثلا اذا قلت له اعمل لي insertion على number 5 اللي هو عدد الايتمز بلس 1، ما في مشكلة لأنه بعد الفور في 5 بيقعد بالتيل. أما إذا كان هيدا النود أو البوزيشن اللي هو عم يطلب مني إني أعمل له insertion كان مثلا تنقول على النمبر 6 وعدد الأيتم 4 وال 5 فاضية، فإذا invalid. فإذا I need to handle these two errors بشكل I have to notify اليوزر إنه أنت حطيت wrong input، بدك تنتبه على شو عم تعمل insertion. فإذا أول statement if بدي أعمل testing على البوزيشن، إذا كانت البوزيشن نيجاتيف يعني less than zero أو بتساوي zero ما فيك تعمل أنت insertion على البوزيشن نمبر zero، بعمل position number one، يعني بحط هيدا الايتم على أول position يعني هو الهيد. فإذا less than or equal to zero. تاني condition بدي انتبه لها، إذا كانت البوزيشن كذلك الأمر، هيدي البوزيشن الموجودة عندي هون طبعا أكبر من عدد النودز plus one، لأنه إذا كانوا خمسة السادس مقبول السابع مش مقبول. فإذا إذا كانت أكبر من عدد النودز، نحن بنعرف إنه في عندي ميثود أنا كتبتها قبل اسمها count nodes، عملنا لها implementation قبل، فإذا plus 1. هدول الconditions إذا كانوا satisfied يعني أنا في عندي error، فإذا I need to notify the user that this is an invalid position. فإذا system أوكي، فينا نعمل while loop بشكل إنه طبعا بدل عم بيطلب منه إنه يعطيني input صح، بس هلا ما بيأثر. system.out dot print line، وشو هي المسج اللي نحن بحاجه انه نقولها؟ حنقول له invalid position. حاكتب كلمه invalid position وهيك بكون انا خبرت انه هيدي البوزيشن غلط. في حال ما كانت البوزيشن غلط I need to perform another test. فاذا else if
وشو هو التست التاني اللي أنا بحاجة إني أخده بعين الاعتبار. طبعا التاني كنديشن أنا بركي كانت هيدي الليست أمتي مثلا، بعمل أنا أوتوماتيكلي insertion when insertion إنه على الهيد pointing على new node، ف this is my list. فإذا حعمل testing إذا كانت is empty كذلك أنا حفتح هدول parentheses، وأنا هيدي الفانكشن أكيد كتبتها قبل، عملت لها definition قبل بفيديو سابق. حأجي لهون أوتوماتيكلي حقل له الهيد is equal to what is equal to new node يلي أنا عملت له declaration فوق. فإذا كان بهيدي الطريقة new node semicolon. إذا كانت position equal to 1 يعني هيدا الايتم بده يكون هو الهيد الجديد. فإذا else if كذلك الأمر I need to test. شو بدي أعمل testing هلأ؟ إذا كانت position is equal equal to 1، في حال كانت equal equal to 1 so I need to perform this testing. testing procedure اللي أنا بدي أعمله بالوقت الحالي حيكون أنه بدي استعمل function اللي هي اسمها add head يلي نحن عملنا لها implementation، و and I need to give node الجديد يلي أنا عندي. فإذا add head شو نحن بنعطيها الadd head؟ نعطيها الitem مش النود، لأنه هيدا الitem هو، لأنه الadd head هي ما بتاخد node، بتاخد node data. فننتبه على هالنقطة، هيدا new node ممكن استعمله هلأ بعد شوي. في حال ما كانت position equal to 1 يعني بده يكون specific position، فهي آخر condition ممكن تكون موجودة عندي. فإذا بس else حنعملها بهالطريقة وحنخلق هيدا البادي اللي موجود عندي هون. هلا التريكي بارتي اللي بحاجة اني انا ركز عليه اني انا اقدر اعمل insertion بspecific position. يعني انا بدي اجي لهون وقول مثلا اذا انت بدك تعمل insertion بposition number 2 بدك تعرف مين البريدسيسر يلي انت عندك اياه يلي عملنا له initialization نحن هون. فتنقدر نعمل هيدا البروسيجر نحن بطريقة صحيحة، خلونا نروح اول شيء على الالستريشن يلي انا عندي اياها and let's reconsider شوية examples. Let's assume انه انا بدي اعمل insertion على position اللي هي number 3 for example اللي موجودة عندي هون. البريدسيسر انا بالبداية عندي بيكون هو عنده الفاليو تبعية الرفرنس تبع الهيد، يعني معه هيدا الرفرنس يلي هو موجود هون. طالما انا بدي اعمل insertion على position number 3 هيدا هو البريدسيسر اللي انا عندي اياه، لانه انا عندي الرفرنس منه بالهيد. فاذا حيطلع الجواب انه لا مش هيدا هو، لانه البريدسيسر تبعي هو هيدا. فإذا I need to iterate، أنا أعمل iteration تأني انتقل على النود الأول يلي عنده الرفرنس تبع التاني يلي هو البريدسيسر تبعي اللي موجود عندي هون. هون في شغلة بدها تلفت لي نظري، كم مرة أنا بدي أعمل iterations تأني أقدر أوصل للرفرنس تبع البريدسيسر؟ الرفرنس تبع البريدسيسر بالإكزامبل اللي أنا أخذته موجود هون يلي هو عندي إياه هون، لأنه 222 يلي هون هيدا النود هو البريدسيسر تبعي. فإذا الرفرنس حيكون موجود هون، وتقدر أوصل لهون أنا ما بدي يكون بالهاد، بدي أعمل iteration تأوصل لهون على هيدا الايتم الأول يلي هو الهاد طبعا على الأدرس تبعية الهاد. فإذا شو بيجي بعمل؟ بيجي بقول أنه أنا بدي فكر شوي. فإذا إذا بدي أعمل insertion بالتالت كم مرة عملت iteration؟ عملت 1. طب position هي is equal to 3، فإذا position minus 2 هي عطول بتعطيني 1. يا هل ترى هيدي الكيس هي valid أو منا valid؟ تاني اقدر اتبنيها يلي حيصير حناخد اسا اكزامبل اخير. خلونا نجي نقولها مرة بدي اعمل insertion باخر الليست، باخر element بقلب الليست. فاذا انا مين البريدسيسر تبعي؟ هو هيدا النود الموجود عندي هون، بدي اخد الرفرنس تبعه من هيدا النود يلي هون. فاذا انا بدي اعمل position number 5، I'm going to insert على position equal to 5. شو بنعمل؟ اول شغلة بيكون الهد equal to 1، مش هيدا هو الهد اللي بديه لانه مش هيدا الرفرنس تبع البريدسيسر اللي عندي. فاذا انا اول ايتريشن بكون موجود هون بوصل على 222 باول ايتريشن هيدا هو، لا تاني ايتريشن 333 هيدا هو كمان الجواب لا، الايتريشن يلي بعدها نمبر 3 صرت بتالت ايتريشن 444 هيدا هو يس هيدا البريدسيسر للانسيرشن اللي بدها تتم بعدين. فاذا كم ايتريشنز عملت انا؟ 3. طيب انا البوزيشن يلي انا عندي اياها اللي بدي روح عليها هي 5، 5 ناقص 2 بتعطيني النمبر اوف ايتريشنز. هلا صرت بعرف كيف بدي اعمل ديزاين للفور لوب بشكل انه هي حتعطيني مين البريدسيسر اللي انا بدي اياه. فاذا تنعمل نحن ديزاين صح، اول شغله بدي اقول له اياها انه بريد از ايكوال تو وات از ايكوال تو ذا هيد، لانه بدي بلش من الهيد. بعدين بدي اقول له فور لوب يلي هي 4، برجع لهون انا بقول له انت اي، طبعا i equal to 1، برجع بعدين بقول له i بدها تكون less than the position يلي انا عندي اياها مثل ما اتفقنا هي minus 2، برجع بعدين شو بعمل هون؟ بجي بقول له i plus plus.
من بعد طبعا ما انا حط الاي بلس بلس بدي اجي هلا افتح البادي تبع الفور لوب بشكل اني انا اقدر اعمل شو اعمل ادجستمنت للبراد تاني اقدر انا اوصل للبوزيشن يلي بدي اياها. اكيد انا بكل ايتريشن شو عم بعمل، انا بكل ايتريشن عم بعمل ابديت للبراد، فاذا حاجي اكتب هون براد ايكوال لبراد دوت نيكست، فاذا براد دوت جيت نيكست. بهيدي الحاله طبعا انا عم بكون بكل ايتريشن عم برجع اعمل ابديت للبراد بالنيكست نود يلي انا بحاجه له. بس بما انه طبعا انا هون عندي وان سنجل ستيتمنت حاجي اعمل لها كات وحارجع اشيل البادي لانه مش حكتب غير وحده بس تو مينيمايز ليتل بيت، حارجع امحي هيدا الكيرلي بريسز يلي هون وبعدين حارجع اقول له كنترول في بشكل براد ايكوال براد دوت جيت نيكست. بعد ما انا كريت هيدي اللوب تتوصلني على البوزيشن الصحيحه اي نيد تو بيرفورم ذا انسرشن. فاذا هلا انا عندي نيو نود صح يلي هو عباره عن اوبجكت I need to set next، بدي حدد له مين النكست اللي بده يعمل pointing عليه هيدا النيو نود، بده يعمل طبعا على مين؟ على الجيت نكست تبع البراد، يعني على هيدا البوينتر يلي موجود عندي هون. فاذا شو بيجي بعمل؟ بيجي بقول نيو نود دوت set next، بدي اعمل ابديت للرفرنس تبع النيو نود يلي هي الفانكشن اسمها set next، وبمجرد ما انا كتبتها بدي اعطيها النود، النود يلي انا بدي اياه مين هو البراد دوت جيت نكست، فاذا براد دوت جيت نكست. فإذا بحط get next بهيدي الطريقة، يعني predecessor اللي أنا نعمل له update هون بدي ال get next value تبعيته، أوكي؟ يلي هو newly one اللي أنا قدرت حصلت عليه، آخر شيء من بعد ما أنا عملت update لهيدا ال prad. طبعا هون بهيدي الطريقة حيكون هيدا new node pointing على النode يلي كان عم بينعمل له pointing عليه من النode يلي قبله، أوكي؟ سو مشان هيك حطيت prad.get next، عم بيخدها من اللي قبل، أنا بقى صرت بدي أعمل pointing على اللي كنت أنت عم تعمل pointing عليه لأنه أنا صرت موجود بيناتكم. فإذا مشان هيك استعملنا هيدي الميثود يلي هون. هلا طبعا انا I need to do what؟ I need to set the next تبع مين؟ تبع البراد. البراد يلي قبلي صار يكون بده يعمل pointing علي انا، فإذا حاجي اقول براد دوت set next، بمجرد ما حطيت set next شو هي الفاليو اللي بدنا نعطيها للنيو نود؟ he has to point on me، فإذا النيو نود. طبعا it is a little bit tricky، بدنا نحاول نحن نفهمها، إذا حسينا في صعوبة بفهمها لازم نرجع نعيد هيدا الفيديو. بهيدي الطريقة بكون أنا طبعا عملت insertion على specific position. بس مشان نظبط الكود حنمحي ال white space الموجودة عندي هون. طبعا أنا في عندي الفانكشن تاعيت ال، خلينا نشوف هيدول ال brackets وين موجودين، هيدول تبعون الفانكشن. سو في عندي tab هون بدي ظبطها، اوكي، وبعتقد هيدي بدنا نعملها delete وحنظبط كل ال white space اللي موجودة عندي بقلب هيدا الكود. بهيدي الطريقة طبعا بكون عملت insertion لنود بـ specific position.